ومن واتش سبوت معايا الفنان اللي دايما مستناه في كل رمضان ومستنى اعمله علشان دمه الخفيف جدا احمد فهمي، وانت احدث العرسان اللي موجودين في الوسط الفني، فبقول لك الف مبروك لاني ما شفتكش قبل كده. والله بارك فيك ومبسوط قوي ان انا معاك النهارده. وانا كمان مبسوطه جدا، بس انا محتاجه ان انا اسال في الاول على جاكيتة. الاول عجباكي ولا مش عجباكي؟ مش فاهماها، مش عارفه تحددي صح. يعني استني لما لو حصل عليا يعني حسيتك بص في سكين بتحس ان انت تهت في الريد كاربت. ما ده اللي كنت خايف منه فعلا. والله بس انا كانت عجباني بصراحه، فقلت ايه اجرب. احنا بالليل هيبان يا اما هيتعمل عليا حفله. لا انت عجباك. انا عجباني. مين نقاها؟ ايه مين نقاها؟ انا واورنج سكوير، يعني انا عملتها في اورنج سكوير وهم. وانت اخترت اللون؟ هو حتى ما قال لي هو ده اللي انا كنت متاكد ان انت اللي هتشتريه. هو احنا اكيد في المستقبل ممكن انت تبقى سابق عصرك. هنشوف بالليل. اوكي هنشوف بالليل، تعالي نقرر يا حلوه ولا وحشه بالليل. طيب احنا على واتش سبوت بنطلب منك، احنا معانا مكتبه واتش فيها 100 فيلم عالمي ومصري. اوكي. وهنطلب منك ان انت تختار 3 افلام من المكتبه اللي موجوده، سواء افلام اجنبي او افلام عربي. اوكي. وتكلم الكاميرا وتحكي لهم ليه اخترت الفيلم ده. اوكي. بس هطلب منك ان انت تقوم بقى. حاضر. طب ما في حاجات تانية حلوة، في جود فادر والعار، ايه تاني ممكن اخد الايدي الناعمة كمان. اوكي اتكلم بقى الكاميرا واحكي لهم كل فيلم ده ليه اختار. وانا واقف كده ولا اقعد؟ لا وانت واقف عايز تقعد. اقعد يعني اقعد بالجاكيت. بصي الايدي الناعمه عشان انا بحب جدا لما ممثل ما يبقاش كوميديان زي احمد مظهر ويعمل كوميديا بالشكل الشيك ده، يعني راقي جدا ومش بيعصر الافيه عشان يضحك، هو جاي من السيتويشن والفيلم بسيط قوي، ما فيهوش يعني ما فيهوش فكره غريبه، ما فيهوش اي حاجه، وتبقى قاعد مرتاح وانت بتتفرج اداء وصوره يعني فيلم مظبوط قوي. وبطله انا بصنفه فيلم كوميدي وبطله مش كوميديان، فده فيلم انا بحبه قوي. جود فادر كل الناس يعني فيلم جود فادر بحبه قوي، وبحب الكاركتر بتاعه ابنه الكبير سوني اللي هو مات اول واحد فيهم. كنت بحس يعني لو انا بعمل الفيلم ده حابب ما اعملش الباتشينو واعمل الكبير. اعمل الدور ده. وفيلم العار بحب يعني انا بحب الثلاث ممثلين اللي فيه قوي، وبحب نورا جدا وبحب حسين الشربيني قوي، بس الفيلم ده تحديدا بحب قوي استاذ نور الشريف قوي، يعني انا بحب نور الشريف قوي، بس اعتقد ان ده اكتر فيلم انا حبيته فيه كمان، يعني اداؤه مظبوط قوي. والفيلم نفسه كسكريبت استاذ محمود ابو زيد هو مش يعني في كان العار والكيف وجري الوحوش وكان في البيضه والحجر وكذا حاجه بحبها له، بس انا بحب العار اكترهم، حتى لما اتعمل مسلسل بعد كده تابعته بسبب الفيلم يعني. بس احنا عايزين نقول لكل اللي بيتفرجوا علينا ان كل الافلام دي موجوده على واتشت، فلو انتوا عايزين تتفرجوا على الافلام اللي اختارها احمد فهمي عندكم واتشت تقدروا تتفرجوا على كل الافلام دي. احمد عايز اطلب منك طلب سريعا. طبعا. تقول لي 3 افلام بيبداوا باول حرف من اسمك. باول حرف من اسمي انا الحرب العالميه الثالثه. مش عايز هو مفيش اي حاجه، ما انا بفتكر لك بسرعه. اسماء. اوكي. ايه ده سهله قوي المفروض يعني. واحد من اللي انت اخترتهم اصلا افريكان. سهل. ماشي. نورتنا يا احمد وان شاء الله تستمتع النهارده. شكر جدا. شكر جدا. ميرسي.